نيجي للعامل الثاني من العوامل اللي بيأثر على الافكت اوف جاز اكسشينج او الاكسجينيشن اند الفنتيليشن، اللي هو العامل الثاني في الميكانكس اوف فنتيليشن اند ميكانكس اوف جاز اكسشينج، اللي هو بريشر جريدينت. بريشر جريدينت از فيري امبورتنت. هسه في عندي احنا كلنا بنعرف من البيسك فيزكس اللي هو هاجن بوزيل ايكويشن او هاجن بوزيل لو. هذا اللو هو لو اوف فيزكس، هو عباره عن قانون فيزيائي بيحكي لك انه الفلو يعبر عنها بهاي العلامه، الفلو يساوي فرق البريشر على الريزيستنس. الفلو يساوي فرق البريشر على الريزيستنس، هذا اللي هو هاجن بوزيل لو. هسه الريزيستنس، طبعا الريزيستنس لها طبعا كمان ايكويشن بتحكي انه الريزيستنس يساوي اللي هو اذا بدي اجي انا اعبر عن الريزيستنس، الريزيستنس راح تساوي اللي هو 8 باللينث في الفيسكوسيتي، length of the tube، الفيسكوسيتي للسائل الموجود داخل التيوب او الفيسكوسيتي للغاز الموجود داخل التيوب، على باي multiplied by radius of the tube القوة 4. القوة 4 هاي من البيسك فيزيكس. دخول الغازات ومرور الغازات في المجاري التنفسية يمثل تطبيق عملي لهذا القانون. دخول الغازات ومرور الغازات أو الفلو اللي هو تدفق الغازات، تدفق الغازات بنسميه احنا الفلو، والمجاري التنفسية تمثل التيوبس، التيوب اللي هو اللينكث اوف ذا تيوب، واضح. الغازات الموجودة داخل هاي الايرواي تمثل خصائصها الفيزيائية وتمثل الفسكوسيتي لها، الديامتر تبع الايرواي تمثل الراديوس. لذلك مهم جدا نفهم فرق البرشر، هو فرق البرشر اللي هو بتوين الايرواي، بتوين الالفيولاي، بتوين الاند الاتموسفيريك برشر او مثلا الانستيزيا سيركت اند بريثنج سيستم. كل هاي عبارة عن تطبيق عملي ل physics law اللي هو عبارة عن إيش law of flow اللي قانون التدفق. إذا مرة أخرى، إذا الflow زي ما إحنا شايفين يساوي فرق البريشر على resistance. إذا بدي أجي أنا أحكي عن أردت أعمل إعادة ترتيب لهاي القانون، لاحظوا إنه البريشر أو فرق البريشر أو البريشر لاحظوا هنا يساوي طبعا بناخذ الفلو ونضرب ضرب الريزستنس، يعني هي نفس المعادلة ولكن عملوا إعادة ترتيب لها، والبريشر أو فرق البريشر بيساوي الفلو ملتبلايد باي الريزستنس، اللي هو الريزستنس معناها المقاومة، المقاومة داخل الأنبوب أو المقاومة داخل المجاري التنفسية ملتبلايد باي الفلو مضروبة ضرب التدفق. إذا التدفق بالعربي التدفق ضرب المقاومة يساوي الايش الضغط، يساوي الايش الضغط. كل ما كان الريزيستنس اعلى كل ما كان الفلو اعلى، كل ما كان البريشر شماله راح يكون ايش اعلى. هسه this is a critical concept and not that hard to understand. It stands to reason that at the constant pressure لما نثبت البريشر at constant pressure the higher the resistance كل ما كان الريزيستنس اعلى كل ما كان الفلو شماله الفلو راح يكون اقل. هذا منطقي اللي هي علاقه الريزيستنس مع الفلو، زي ما احنا لاحظين اذا تطلع على المعادله زي ما هاي بالصيغه هاي، اذا انا ثبت البريشر كل ما كان الريزيستنس اعلى كل ما علي الريزيستنس كل ما الفلو شماله راح يقل، كل ما قلت الريزيستنس الفلو شماله بيزيد. هاي المهم جدا ننتبه لها. So if one whole lung is plugged off، اذا كان one whole lung plugged off يعني انسدت انسداد بسبب ميوكس بلاج مثلا، ميوكس بلاج او بسبب هيموريج اند 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 كلوت يعني ثرومبس او كلوت عملت انسداد لهول لانج الى وان لانج كامله، there will be higher resistance. هذا راح يعمل الى ايش resistance يصير ايش هاي، and consequently هذا راح يعمل الى انه flow of vital gases راح يصير شمال وراح يصير less راح يكون قليل. هاي مهمه جدا ننتبه لها as a physiological process إن نحولها إلى تطبيق عملي بالpractical بالdaily practice. If we rearrange the formula and we find that the flow عيش لاحظوا بيعتمد the flow of the gases
اكروس الاير واي فروم الابر اير واي لللور اير واي، بتعتمد على البريشر او البريشر جريدينت، بيعتمد على البريشر جريدينت اللي هو فرق البريشر، وبتعتمد على اوفر ريزيستنس. اوفر ريزيستنس فانتبه البريشر على ريزيستنس، عشان نزيد الفلو اما لازم احنا نزيد البريشر او لازم نقلل الريزيستنس. عشان نزيد الفلو للجازس into the lower airway, into the distal bronchiole, into the alveoli, عشان أزيد الفلو، عشان الفلو يوصل لهاي اللنج يونت، لازم إني أزيد البرشر أو إني أقلل الإيش الريزيستنس، أو إني أقلل الإيش الريزيستنس. هاي الكونسبت مهم جدا إن ننتبه له. So in order to maintain flow, to maintain the flow in higher resistance، في الحالات اللي فيها higher resistance. Higher resistance يعني في عندي أنا bronchospasm، severe asthma attack أو severe COPD exacerbation، أو في عندي أنا mucus plug أدت إلى انسداد half مثلاً right lung أو all right lung، أو في عندي أنا aspiration pneumonia، severe aspiration pneumonia أدت إلى إيش؟ إلى زيادة في resistance، أو كان عندي مثلاً severe pulmonary fibrosis أدى إلى 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 شو ماله إلى شو اسمه زيادة في resistance. كل هاي العوامل تمثل، كلها تمثل زيادة في الإيش في الريزيستنس. So to maintain flow in higher resistance we need to increase pressure. هاي النقطة مهمة جدا vital. We have to increase the إيش pressure. This is key concept behind positive pressure ventilation. We are providing a pressure gradient to allow ventilation. إحنا بنعمل pressure gradient to allow ventilation. The flow of gases into the lung to achieve a volume of gas in the alveoli. إذن هاي مهمة جدا، اللي هو فلو الهدف تعريف الفنتيليشن هو عبارة عن فلو اوف غازز، وعبارة عن تدفق الغازات into the lung to achieve volume of the gas in the alveoli. هذا هو تعريف الفنتيليشن. إذا بدي أخذ مثلا هايلايت، هاي مهمة جدا إن نعملها هايلايت، الكونسبت هذا مهم جدا ننتبه له. هذا التعريف مهم جدا نعرفه، هذا التعريف لحديت هنا مهم جدا نعرفه اللي هو مهم جدا نعرف التعريف هذا اللي هو to allow ventilation، لازم اللي هو عبارة عن flow of gases into the lung to achieve volume of the gas in the alveoli في الالفيولاي. هسا how much pressure how much pressure we need depends on the several factor. How much pressure we need depends on several factor especially the resistance. بتعتمد على resistance. The pressure اللي احنا بحاجة له بيعتمد على الـ resistance. The highest pressure value in the gradient we create is known as a peak inspiratory pressure. أعلى pressure إحنا بنوصل له في هاي الـ during this positive pressure ventilation نسميه إحنا PIP اللي هو peak inspiratory pressure. إذا مرة أخرى مهم جدا كل هاي الكونسبتس، هذا نسميه إحنا peak inspiratory pressure. Peak inspiratory pressure بيكون على المونيتور، على الفنتليتر مونيتور، لازم نعرفه ونميزه. هسا therefore it's fair to say that flow of gases down into the alveoli, flow of gases down into the alveoli is based on بيعتمد على الايش حكينا الفلو مرة أخرى pressure على الايش على resistance. Pressure بيعتمد على pressure that we dial into the ventilator اللي هو peak inspiratory pressure وبيعتمد كمان على resistance اللي هو pressure over resistance. Resistance both from the patient and from the ventilator tubing from the equipment such as the endotracheal tube. كل هذول بيمثلوا some form of resistance، سواء ال ventilator tubing أو ال breathing system أو سواء ال endotracheal tube أو سواء ال airway اللي هو ال upper and lower airway اللي هو patient airway. هذول كلهم بمثل الريزيستنس. هسا كل ما كان الريزيستنس اعلى سواء في الاندوتريكال تيوب، سواء في عندنا كينك اندوتريكال تيوب، في يعني الاندوتريكال تيوب مثلا مطعوج، او البريثنج سيستم فيها اكلوجن، فيها انسداد بسبب سكريشن، او الاندوتريكال تيوب فيه انسداد بسبب سكريشن مثلا، او الاير واي يمكن يكون فيها سكريشنز او يكون فيها ابستراكشنز بسبب ميوكس بلاج، هذا ادي لزياده الريزيستنس. هذا راح ينعكس على الفلو، ان الفلو شو ماله راح يقل. وهون احنا فاهمينها ككونسبت من الفيزيكس. هسه
كتطبيق عملي على هذا القانون بحكي لك smaller endotracheal tube smaller. إذا قارنت أن endotracheal tube مثلا size 6 ET tube size 6 إذا قارنته مع ET tube size 9 size 6 versus size 9. هسه size 6 اللي هو النرو بيكون ضيق, size 9 اللي هو عبارة عن إيش endotracheal tube diameter تبعه كبير. هون بتيجي العوامل اللي بتأثر على الريزيستنس, واحنا حكينا في القانون هون في الريزيستنس يساوي 8 بالينث فيسكوستي على باي في ريتس بو 4. اهم عامل بيأثر على الريزيستنس هو الراديوس. هون بتيجي الفرق في الانتريكال تيوب. الانتريكال تيوب له ديامتر اكبر اللي هو 9, راح يكون الريزيستنس فيته اقل, لذلك الفلور بيكون فيته شماله افضل. على العكس من الانتريكال تيوب السايز 6 اللي هو بيكون سمولر ديامتر نارور اضيق, لذلك الريزيستنس راح يكون فيته اعلى والفلور راح يكون فيته ايش اقل. فهي مهمة جدا ننتبه لها. smaller intake tube have higher resistance اللي هو size 6 مثلا. imagine trying to blow a paper ball off a table using a اللي هو انه نستخدم straw اللي هو يعني انك تحاول تنفخ بالون بمصاصة صغيرة مقارنة مع مثلا جيب حجم انبوب كبير او مصاصه كبيره انك تنفخها. لو تقارن بيناتهم اكيد نفخ البالون راح يكون اسهل لما تستخدم انبوب كبير او الديامتر تبعه كبير. هاي مهمه جدا. The smaller the straw, the harder it is, the harder to inflate the balloon. هاي هي النقطه. You need to create more pressure. You need to create more pressure by blowing harder to move the ball. هاي مهمة جدا. longer endotracheal tube لاحظ عامل آخر بأثر على resistance. لاحظ كان الradius في عن length, كل ما كان length أطول, لاحظوا length كل ما كان أطول كل ما كان resistance أعلى, كل ما كان resistance أعلى كل ما كان resistance أعلى الفلو راح يكون أقل. فذلك الshorter, لذلك الshorter endotracheal tube أفضل من longer endotracheal tube. الshorter breathing circuit أفضل من longer breathing circuit, واضح. فلذلك minimizing length of the breathing breathing system or breathing circuit, minimizing the length of the intracranial tube. مثلا بعض الاحيان المرضى احنا بنحط لهم تراكيستومي, وضع التراكيستومي هذا كمان كله بيقلل الايش الديد سبيس وبيقلل الورك اوف بريثنج على هذول المرضى, بتكون اسهل لهم. longer intracranial tube also have increased resistance. imagine trying to blow the ball with 10 centimeter straw versus how much pressure you would need if straw was 10 foot long. مثلا 10 centimeter long ب 10 foot, يعني طولها طويلة كثير. أكيد أنك تنفخ البالون عن طريق 10 foot بتكون صعبة جدا مقارنة مع 10 centimeter straw يعني. فهاي مهمة جدا انتبه لها. The longer the tube, the bigger the dead space, the longer the breathing system, the bigger the dead space, this is the harder to inflate the balloon, or the harder to inflate the alveolar unit, or the harder to inflate the lung. This is why many intensivists cut the endotracheal tube. It reduces the dead space and play. It is not a big role, طبعا small role in the decreasing the resistance. فهي ننتبه لها. ووضع المرضى امراض مرضى اللي هو بيكون برولونجد ميكانيكال فنتيليشن اند فيلد وينينج فيلد ريسبيراتوري وين, بنحط لهم احنا تراكيستومي. من اهداف التراكيستومي كمان اللي هو ديكريز الريزيستنس اند ديكريز الديد سبيس. فهاي كلها من الاشياء العمليه. سو از ذا رول اوف ثامب ان اي سي يو از لارج تيوب, از لارج تيوب بيجر ذان ثيتر, أكبر من الإيش من الثيتر. as a rule of thumb كقاعدة عامة أو قاعدة أساسية, كقاعدة ذهبية نسميها rule of thumb, إنه في الـ ICU larger tube bigger than theater. and cut short, and cut short شو يعني cut short؟ يعني minimize الـ مثلاً الـ minimize the length of the tube if possible, minimize the length of the breathing system if possible. كل هالأشياء. minimize الـ connectors if possible. هالأشياء. and cut short unless contraindicated where the face is going to swell as in the severe burn. يفضل أن نعمل cut intracranial tube short, خلي short. العامل الثاني رح نحكي عنه اللي هو عامل اللي حكينا عن ال pressure gradient. ال pressure gradient زي ما حكينا pressure gradient across ال airway and
الايروي اند شو اسمه اللي هو الايروي اند الفنتليتر تيوبنج اند الاندوتريكال تيوب، هذا البريشر جريدينت حكينا عنه. النقطه صار راح نحكي عنها الالفيولر بريشر كعامل من العوامل اللي باثر على الافكتيف جاز اكسشينج اند اوكسجينيشن اند فنتليشن.